حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفترة الثانية من البرنامج اليوم المؤشر، فترة نتابع فيها معكم ختام هذه التداولات المتراجعة وهذا الأسبوع الاستثنائي في التراجعات اللي مرت على السوق في هذه المرحلة. تراجعات مضاعفة في الكمية وكذلك في السيولة وأيضا تأثيراتها على جميع مؤشرات السوق. نذهب إلى التفاصيل بصورة أوضح مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت، وحياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، جلسة اليوم لم تكن بأفضل حال من الجلسات الماضية، بالعكس الجلسة نفس الجلسات الماضية وضعية صعبة للسوق الكويتي أمانة، يتراجع بصورة كبيرة جدا وفي ظل انخفاض في السيولة وكذلك في الكميات والقيم المتداولة، يعني الوضع لا يتغير مشاهدينا الكرام، نفس الجلسات نفس كل شيء، نفس الرتم نفس كل شيء، لكن نتمنى إن شاء الله التغيير في إقفال المزاد يكون وضع مختلف تماما، خاصة للشركات القيادية التي تراجعت بصورة كبيرة جدا في هذه الجلسة. نذهب مباشرة للمؤشرات الرئيسية مشاهدينا الكرام ونرى يعني أين أقفلت المؤشرات، ونلاحظ يعني الوضع العام اللي قبل إقفال المزاد ونشوف هل هناك تغيير ولا لا في نهاية هذه الجلسة. أنا قاعد أشوف حاليا مشاهدينا الكرام 35 نقطة ونص نقطة للسوق العام و29 نقطة للسوق الرئيسي وكذلك انخفاض 38 نقطة للسوق الأول، يعني الوضع مشاهدينا الكرام مثل ما هو عليه، القيمة المتداولة 11 مليون 980، يعني نقول 12 مليون. اليوم السوق الرئيسي خالف الأيام الماضية، ما في شركة عليها تداولات قوية، لذلك انخفضت القيمة إلى 2,700,000. أما بالنسبة للسوق الرئيسي السوق الأول، يعني الزين اللي ماسك نفسه اليوم، يعني اغلب شركات السوق الرئيسي اليوم متراجعة بصورة كبيرة جدا مشاهدينا الكرام، يعني أقل شركة 3 فلوس، فلسين 4 فلوس، 5 فلوس، يعني تراجعات واضحة لمعظم الشركات القيادية بقيادة القطاع المصرفي، يعني جل القطاع المصرفي تقريبا أو كل القطاع المصرفي متراجع بصورة كبيرة جدا، بقيادة الوطني، بيتك، الخليج، الدولي، يعني بوبيان، جميع القطاع المصرفي متراجع بصورة كبيرة، وكذلك معظم الشركات، يعني الشركة الزينة في السوق الأول اليوم مستقرة، لكن السوق الرئيسي اليوم في نشاط على بعض الشركات، في شركات وضعيتها أفضل اليوم، في تماسك، في شراء على شركات كثيرة جدا مشاهدينا الكرام، في لون أخضر اليوم، في أمور يعني حدثت أثناء الجلسة راح نذكر مشاهدينا الكرام، ولكن نذهب للسوق الاول ونشوف وضعيه هذا السوق، ومن ثم نبدا الحديث عن يعني وضعيه الاقفالات وخاصه الاقفالات المزاد والبدايه مع الوطني، هل هناك راح يكون هناك تغيير، هل راح يكون هناك دخول على الوطني، هل يتغير الوضع الى الافضل ام الى الاسوء، لكن ان شاء الله دائما نتمنى الافضل ويكون هناك سيوله جديده وسيوله دخول سيوله في اقفال المزاد وتعديل لبعض التراجعات وخاصه الانخفاضات الحاده لبعض الشركات القياديه. انا قاعد اشوفه حاليا الوطني حاليا يطلب دينار 38 11,798، معروض 850 6,394، يعني واخر صفقه 941، الكميه المتداوله 1,600,000. الخليج اليوم كان متماسك وان كان في شراء 178 77، ولكن انفرط العقد على طول وراينا تراجعات واضحه مشاهدينا الكرام، وعرض 277 لكن حاليا اشوفه مطلوب 306 4,977، 252 معروض 2,825، كذلك الدولي 295 234، برقان 315 282، بيتك 741 607. لاحظ بيتك معروض 607 154 154,000، ما 154، 154,000 سهم، وكمية متداولة 2,450,000، ونلاحظ كذلك بوبيان 549. يعني اليوم القطاع المصرفي سواء اللي في السوق الأول ولا السوق الرئيسي، جل القطاع المصرفي متراجع اليوم. بنك بوبيان ما قلنا متراجع، المشاريع كانت متراجعة بصورة كبيرة جدا بأربع فلوس تقريبا، ولكن ردت وعدلت إلى استقرار حتى هذه اللحظة فيها مستقرة، لكن ممكن يتغير الوضع في نهاية الجلسة ما أدري، لكن حقا أشوف الطلب ضعيف عكس العرض. الصناعات الوطنية كذلك اليوم تتراجع بصورة واضحة 221، بالطلب 226 714 سهم، العرض 1,889. بوبيان بتروكيماويات مستقر في هذه الجلسة، أجلتي كذلك مستقرة في هذه الجلسة، يعني في استقرار لبعض الشركات، تقريبا 3 شركات مستقرة المشاريع، بوبيان بتروكيماويات وأجلتي في مزين تتراجع إلى مستوى 531 ومعروضة 485 139,000، 485 الطلب 591 17,757. هيومن سوفت فيها تراجع واضح مشاهدينا الكرام، لكن العرض افضل من الطلب، لكن راح يتم على تراجع. جي اف اتش كذلك بتراجع مشاهدينا الكرام، الاهلي المتحد البحريني
نفس الطريقة 3,450,000 الكمية المتداولة على تراجع بنك وربة نفس الطريقة كان متماسك الفترة الأخيرة حاشة يعني طشار من السوق الرئيسي ولا أين التراجعات واضحة ميزان كذلك التراجع المتكاملة كذلك بتراجع يعني التراجع اليوم شمولي للسوق الأول تراجع شمولي للسوق الأول مشاهدين الكرام بقيادة القطاع المصرفي الذي لم يستطيع أن يصمد بصورة واضحة في ظل الضغوط البيعية الكبيرة من قبل بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية لكن هل هي محلية ولا أجنبية لكن في ضغط بيعي مشاهدين الكرام وعزوف عن الشراء حتى الطلبات لما شوف طلبات الشراء تجدها ضعيفة للغاية وأي طلب قوي جدا تم عليه البيع لذلك اللي قاعد يحط طلب قاعد يقامر ومن ثم تبدأ عليه عملية البيع لذلك في عزوف واضح مشاهدين الكرام عن السوق في الوقت الراهن واللي قاعد نشوفه ابتعاد كليا عن الدعم لكثير من الشركات وخاصة الشركات القيادية نكمل معاكم السوق الرئيسي ونشوف وضعية هذا السوق مشاهدين الكرام هل راح يكون هناك تغيير لبعض الشركات في نهاية هذه الجلسة ولا لا أعتقد أن نفس السوق الأول ما راح يتغير شيء خاصة لبعض الشركات اليوم نشوف التراجع اللي حاليا نشوف التراجع التجاري راح يسمع على تراجع الأهلي كذلك بتراجع المتحد كذلك لا المتحد راح يعدل المتحد راح يعدل 316 يطلب 100 سهم والعرض 316 5000 سهم كويتية الاستثمار راح تعدل كويتية الاستثمار راح تعدل تسهيلات بوضعية جيدة للتسهيلات لحد الآن استقرار واضح إيفا على تراجع راح تتم على تراجع استثمارات الوطنية على تراجعها 122 الساحل نفس الطريقة لا تغيير في المنطقة الخضراء وراح يتم في المنطقة الخضراء أرزان لا تغيير أرزان العرض والطلب متساويين ها هو الإخفال الوطنية تراجع بثلاث فلوس الخليج كذلك بثلاث فلوس تراجعا ومن ثم المتحد في المنطقة الخضراء والدولي بثلاث فلوس تراجعا كله ثلاث فلوس بورقان كذلك بثلاث فلوس متراجعا بيتك لا ست فلوس بيتك ست فلوس تراجعا وبعد بيتك عندي أنا بوبيان في السين وأجوان على تراجع كويتية على استقرار إيفا بتراجع بفلس وثمانة أعشار الفلس وكذلك استثمارات الوطنية على تراجع المركز المالي بارتفاع مشاهدين الكرام كذلك بارتفاع كفك المال على تراجع يونيكاب بتراجع مدار بأربع فلوس ارتفاعا السلام كذلك بارتفاع نور كذلك بارتفاع الوطنية العقارية فلس ونصف الفلس عربية عقارية بتراجع المال العقارية بتراجع المباني كذلك بتراجع بسبع فلوس للمباني المستثمرون على استقرار 8.4 التعمير يتراجع فلسين ونص بعد أن كان صاعد حوالي 5 فلوس تعمير راح أتكلم عنه بعد شوي منازل كذلك ومينا على استقرار صناعات الوطنية بثلاث فلوس تراجع المشاهدين الكرام كيبلات 12 فلس تراجع بوبيان بتكماويات في المنطقة الخضراء كان يعني مستقر لكن ذهبنا للمنطقة الخضراء إجرتي كان مستقر إلى المنطقة الخضراء فلس واحد 720 زين بتراجع 7 فلوس لزين وبعد زين عندي أنا عربي قابضة بفلس وعشر الفلس تراجعا الرابطة كذلك بثلاث فلوس فاصلة 9 هيومن سوفت بتراجع إيفا فنادق نصف فلس ارتفاعا منتزهات بفلسين وثمانية أعشار الفلس تراجعا الجزيرة بست فلوس تراجعا جي اف اتش بتراجع بثلاث أعشار الفلس الأهلي المتحد البحريني فلسين تراجعا وقاعد نشوف والله اللون أحمر واضح المتكاملة بتراجع مشاهدين الكرام بثلاث فلوس 409 الحصيلة هي نفس الحصيلة لا تغيير 35 نقطة للسوق العام خسائر المؤشر 5635.9 الكمية المتداولة 67,600,000 أمس كانت فوق 80,000,000 الكمية المتداولة الصفقات 4,240 القيمة المتداولة 12,500,000 القيمة للسوق الرئيسي 2,770,000 المتراجع ب 21.19 نقطة لاحظ مدار مشاهدين الكرام في شراء عند مستوى 118 لمدار زين كذلك بتراجع بسبع فلوس لزين وفي شراء على زين ومدار كيفك لا مدار بيع وليس شراء واللي قاعد نشوفه مشاهدين الكرام السوق الأول يتراجع ب 41.5 نقطة 6,119.5 نقطة بكمية تداول 22,500,000 وبقيم 9,850,000 يعني اللي قاعد نشوفه مشاهدين الكرام تغير بالنسبة للشركات الحمراء في السوق الأول لا تغيير لكن مشاريع مستقرة واللي كان مستقر هم بوبيان بتكماويات وأجلت تتحول للمنطقة الخضراء فيما بقية الشركات جميعها في المنطقة الحمراء القطاع البنك الوحيد تلون في المنطقة الخضراء هو المتحد في نهاية الجلسة ب 100 سهم فقط لا غير مشاهدين الكرام لذلك اللي قاعد نشوفه تراجعات واضحة لمعظم الشركات خاصة القطاع المصرفي يعني نقدر نقول القطاع المصرفي يقود سوق الكويت الأوراق المالية لتراجعات واضحة في هذه الجلسة وتراجعات كبيرة أمانة في ظل يعني عزوف واضح من قبل المحافظ والصناديق
الفريق الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية عن الشراء. لذلك واضح المشاهدين الكرام بالبعد كل البعد عن دعم كثير من الشركات وعدم وجود طلبات قوية، لذلك تمت عملية البيع بصورة كبيرة جدا. نكمل معاكم مشاهدين الكرام ونشوف في السوق الرئيسي أبرز الشركات في هذا السوق اليوم تداولا، وخاصة لما نذكر التعمير اليوم من ضمن الشركات اللي عليها تداولات جدا جيدة. خلينا نشوف التعمير مشاهدين الكرام ووضعيته في هذه الجلسة. لكن قبل التعمير نشوف معاكم مشاهدينا الأولى تستمر بالتراجعات الكبيرة 4 مليون لاحظ 4 مليون ترى الأولى 29.2 تسجل قاع جديد، يعني كل يوم الأولى قاعد تسجل قاع جديد. أعيان بنشاط واضح وتماسك جبار لأعيان 5 مليون و200 ولو الأخضر لأعيان. كيفك بعد إعلانها اليوم اللي أعلنت اليوم كيفك، حيث قامت كيفك بتوقيع مذكرة تفاهم للتخارج من بعض الأصول المجموعة بقيمة إجمالية 25 مليون دينار، علما بأن المذكرة غير ملزمة لأي طرف من الأطراف لحين الانتهاء من أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة وتوقيع العقود النهائية والمتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الحالي، يعني في هذا الربع يعني خلال شهر 10 11 12 لابد أن يكون هناك إعلان بخصوص بيعة هذه الأصول 25 مليون دينار كويتي. هذا بالنسبة لكيفك اللي ارتفع اليوم بارتفاع جدا جيد. مدار كذلك اليوم بنشاط واضح مشاهدين الكرام 1300 وارتفاع بأربع فلوس، وارتفاع كذلك للسلام والديرة، وكذلك نلاحظ نور اليوم بعد تسديد لمديونيات نور الشركة الأم اللي هي مجموعة الصناعات الوطنية وتغلص الديون بصورة كبيرة جدا. نور لاحظنا فيها دخول اليوم ونشاط حوالي يقترب من المليون، ولاحظنا الدخول الإيجابي. السورية كذلك اليوم في المنطقة الخضراء وكذلك آسيا، ولكن نذهب للقطاع العقاري حيث الإنماء العقارية 4 مليون و 169 اللي وصلت اليوم إلى مستويات جيدة، ولكن دائما في الإقفال الإنماء تتراجع في المنطقة الحمراء حاليا 46. ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام تداول للتعمير 22 بعد ان وصل ل 24.9 25 4 مليون و500 في ظل وجود اشاعه ان يعني القي الانسحاب من السوق الكويتي، لذلك صار في دخول قوي جدا وهي اشاعه مشاهدينا الكرام في السوق ما ادى الى عمليات مضاربه سريعه على السهم، وراينا 4 مليون ونص تداولا في هذه الجلسه بالنسبه للتعمير. كذلك لاحظنا اليوم تداول جيد لبينا العقارية تقريبا 900,000 تقريبا أو ما يقارب المليون، وكذلك بقية الشركات الأخرى لا جديد بالنسبة للتداولات، ولكن بترو جلف اليوم 20.6 بتداول 1,600,000، وهناك ارتفاع لأوريدو وارتفاع للصربوق في نهاية هذه الجلسة بكمية بسيطة جدا. ونلاحظ مشاهدين الكرام العزوف الواضح لكثير من الشركات في هذه الجلسة والتراجعات الحادة في ظل قياب دعم واضح من قبل الصناديق مشاهدين الكرام، حيث تراجعت معظم الشركات إلى مستويات جدا متدنية. لكن هل يكون ارتداد غدا؟ هل يكون ارتداد الأسبوع القادم؟ أعتقد الإجابة عند المحافظ والصناديق الاستثمارية هي اللي راح تجيبنا على هذا السؤال، ونتمنى إن شاء الله أن باشر يتغير وضع الأفضل ونشوف الأمور تتحسن في سوق الكويت الأوراق المالية. وكل الشكر لك رائد والمشاهدين الكرام. شكرا لك عائد، يعطيك العافية. إعلان من هيئة أسواق المال. تعلن هيئة أسواق المال عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت، وذلك من خلال طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المواطنين. معلومات أساسية عن الاكتتاب: الاكتتاب اختياري وللكويتيين فقط، وتم توزيع الأسهم على المواطنين بالتساوي، حيث تبلغ حصة كل مواطن 70 سهما بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. يجب سداد قيمة الأسهم المخصصة للمواطن قبل 1 ديسمبر، وإلا سقط حقه للأسهم. يجوز لكل مواطن طلب زيادة في التخصيص أثناء الاكتتاب، وسوف يتم تسوية الطلب بعد الإغلاق من الأسهم الفائضة التي لم يسدد قيمتها، وسوف يتم توزيعها على طالبي الزيادة تناسبيا. ساهم بالاكتتاب في شركة بورصة الكويت عبر الموقع borsaipo.com، وكن جزءا من نهضة القطاع الخاص الكويتي. تنتهي فترة السداد والاكتتاب في 1 ديسمبر 2019. حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، وقد تابعنا معكم تراجعات جلسة اليوم الممتدة لعدة جلسات، ومهم أن نقرأها قراءة فنية كالمعتاد في يوم الأربعاء مع المحلل الفني الأستاذ نواف العون ليطلعنا حول الشارتات المهمة وكذلك حركة المؤشرات الأول والرئيسي وكذلك المؤشر العام. حياك الله أستاذ نواف، أهلا ومرحبا فيك. حياك الله أخوي أبو فهد، حييك وحيي السادة المشاهدين الكرام. تراجعات منها تصحيح ومنها أيضا ضغوطات بيعية، لكن زادت هذه المرة عن الحد المتوقع لدى كثير من المتداولين والمراقبين.
نعم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نتكلم عن التراجعات الحالية، هي تراجعات سمات موجة التصحيح عادة بعد عمليات الارتفاع اللي نشوفها، بعد عملية الارتداد اللي شهدناها يمكن في الأسبوع الماضي، في بداية الأسبوع الماضي كانت ارتدادة حادة وقوية وصاحبها سيولة كبيرة. هذا الأمر اللي طبعا أتى بعد عملية التصحيح اللي احنا قاعد نشوفها من بداية هذا الأسبوع، التراجعات اللي لم يصاحبها تداولات عالية ولم يصاحبها سيولة كبيرة، وهذا الأمر مطمئن، هو يعطينا انطباع عن عملية العزوف عن البيع، وأن التراجعات الحالية لا تعبر عن حتى يعني عمليات بيع عشوائية أو عمليات تخارجات، فقط العملية عملية تصحيح بعد عملية الارتداد اللي شفناها منذ أن تم أو بدأ التصحيح عندنا قبل، يعني نتكلم عن شهر سبتمبر الماضي، شفنا عمليات التراجعات الكبيرة إلى أن وصلنا إلى مستويات الدعم يعني قد ذكرناها في السابق، وتمت عملية ارتدادة مصحوبة بتداولات عالية. في الوقت الحالي نتوقع طبعا احنا ان يكون الارتداد وشيك او قريب، احنا راح نتكلم عن بعض مستويات الدعم اللي وصلناها في جلسة اليوم، وشفنا الارتدادة يعني بالنسبة للمؤشر السوق الرئيسي اليوم ارتدينا اكثر من 20 نقطة في حتى يعني الاقفال عن ادنى مستوى تم الوصول له، بالإضافة الى طبعا تقليص الخسائر بالنسبة للمؤشر العام ومؤشر السوق الأول. هذا الأمر كله طبعا أتى بالتوافق مع ملامسة بعض مستويات الدعم اللي ذكرناها في السابق واللي راح نحدثها في طبعا يعني تحليلنا في حلقة اليوم إن شاء الله. نعم، بداية مع مؤشر العام. طبعا عندنا المؤشر العام تكلمنا عنه في السابق بعد ما حددنا بعض مستويات أو مناطق الطلب في السابق بعد عملية التراجع اللي شهدناها، ووضحنا بأن عندنا مستوى أو منطقة دعم تصل إلى المستوى 5515، وأكدنا على هذا يعني هذه المنطقة وقوتها بالتوافق مع مرور الترند الصاعد بالنسبة لحركة مؤشر السوق العام، وذكرنا بأن مجرد ما يتم كسر مستوى 5515 واللي يمثل منطقة الدعم قد نصل إلى مستوى الدعم 5440. تم تحقيق الثلاث يعني احنا نقول الثلاث اشتراطات، وصلنا إلى منطقة الطلب بالإضافة إلى ملامسة الترند أو خط الاتجاه الصاعد أيضا، وتم ملامسة مستوى الدعم 5440، إلا أن طبعا خط الاتجاه لم يكسر رغم التراجعات أثناء التداول أو أثناء بعض الجلسات، إلا أن في نتكلم على الفترة الأسبوعية نلاحظ أن حافظ المؤشر على تداولاته فوق مستوى الترند، بالإضافة إلى ارتداده من منطقة الطلب عند مستوى 5515. وضحنا من خلال هذه الارتدادة بشكل لحظي بأن هناك مستويات مستهدفة بعد عملية الارتداد في الوقت الحالي، ووضحناها عند مستوى 5685 كهدف ثاني، لأن الهدف الأول تم تحقيقه تقريبا في أول جلسة من جلسات الارتداد، ووصلنا طبعا إلى الهدف الثاني عند مستوى 5685، ووضحنا بأن هناك هدف ثالث عند مستوى 5760، وبالفعل تم تحقيق هذه الأهداف، وشفنا بعد وصول المؤشر لهذا المستويات تراجع في السيولة والأحجام اللي يبرر لنا عملية التصحيح، وهذه سمات موجات التصحيح أن تنخفض فيها الأحجام والسيولة، وهذا يعتبر أمر صحي في الفترة الحالية. وضحنا أيضا بأن بعد وصولنا إلى مستوى 5760 اللي يمثل مقاومة في الوقت الحالي واللي كان هو يمثل الهدف الثالث قبل قليل، عندنا مستوى الدعم 5615، وعندنا مستوى 5530، هذه مستويات دعم جيدة يفضل البقاء فوقها والمحافظة عليها حتى يستمر الصعود مرة أخرى وتحقيق الأهداف عند مستوى 5865 ومن ثم مستوى 5970. نلاحظ هذا طبعا الشارت عرضناه في الأسبوع الماضي، نلاحظ بعد الحركة يعني مرور خمس جلسات احنا قاعد نتكلم عليها، نلاحظ في جلسة اليوم اقتربنا من مستوى الدعم، كانت عندنا نقطة تقريبا عند مستوى 5620 أو 19، وشفنا عملية الارتدادة من هذه المنطقة اللي قلصت حتى من خسائر مؤشر أو تراجعات مؤشر السوق العام. في الوقت الحالي نتوقع أي ملامسة حق مستوى الدعم عند 5615 أن يكون هناك ارتدادة، لو تم كسر مستوى الدعم الحالي راح نستهدف مستوى 5530، هو يعني مستوى دعم أقوى وأهم من الدعم القريب، قد تكون هناك ارتدادة من هذا المستوى حتى يتم بلوغ المقاومة الأولى عند مستوى 5760 ومن ثم تحقيق الأهداف اللي ذكرناها. ممتاز. الآن المؤشر الأول حتى نكسب الوقت. بالنسبة لمؤشر السوق الأول نفس الطريقة، احنا وضحنا في الأسابيع الماضية بعد عمليات التراجعات
الحادة يمكن اللي سيطرت على مجمل الأسهم القيادية اللي كان تأثيرها تحديدا من أسهم البنوك والمصارف. وضحنا أيضا عندنا منطقة الطلب عند مستوى 5915 كالحد أدنى لهذه المنطقة، ودعمنا هذه المنطقة من خلال خط الاتجاه الصاعد، واللي لاحظنا عملية الارتداد مجرد ما تم الوصول إلى هذه المنطقة، وشفنا طبعا المحافظة عليها خلال الإقفالات اليومية بالإضافة إلى الإقفال الأسبوعي، استطاع المحافظة أو البقاء فوق مستوى منطقة الطلب بالإضافة إلى إقفالاته فوق خط الاتجاه الصاعد. بعد هذه الارتدادة وضحنا بأن هناك أهداف لحظية قريبة حققنا منها أول الأهداف عند مستوى 6090، ومن ثم الهدف الثاني عند مستوى 6175، ووضحنا بأن هناك هدف ثالث عند مستوى 6285، واللي مجرد ما أنتم تحقيقه شفنا عملية التراجع. ووضحنا بأن المستوى 6285 يمثل حاليا مقاومة، ووضحنا بأن هناك دعوم عند مستوى 6100، مجرد ما أن يتم التراجع لهذه المستويات سنشهد إن شاء الله ارتدادة طبعا في حال المحافظة ودخول سيولة على مكونات هذا المؤشر. لو تم كسر مستوى 6100 راح نتجه إلى مستوى 5980 كمستوى دعم تالي. المهم في الوقت الحالي أن يتم اختراق مستوى المقاومة 6285، ومن ثم تحقيق أول الأهداف عند مستوى 6410، والهدف الثاني عند مستوى 6560. ممتاز. الآن الشركات الصغيرة والمؤشر الرئيسي. طبعا عندنا المؤشر الرئيسي تكلمنا عنه في السابق بأنه كان أدنى نقطة لتداولات مؤشر السوق الرئيسي عند 4660، وهذه كانت تمثل أدنى نقطة تم الوصول لها منذ أن يعني بدأ إدراج هذا المؤشر والتعامل فيه، وذكرنا بأن مجرد ما يتم كسر مستوى 4660 سيعني يحقق لنا قيعان جديدة قد يكون أول الأهداف عند مستوى 4620. إلا أن طبعا شفنا المؤشر اقترب من هذا المستوى وارتد من عند أدنى نقطة كانت عند 4627، وضحنا بأن حاليا يبقى الدعم قائم 4660 بسبب محافظتها على الإقفالات فوق هذا المستوى بعد عملية التراجع أثناء الجلسة. ووضحنا أيضا أن هناك أهداف لهذه الارتدادة بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي، كانت أول الأهداف عند مستوى 4700، واللي شفنا تحقيقها، وذكرنا بأن مجرد ما يتم اختراق هذا المستوى والبقاء فوقه بالتداولات جيدة ممكن أن نشهد مستوى 4740 أو 4750 كهدف ثاني. إلا أن شفنا طبعا الارتدادة الحالية وصلت المؤشر تقريبا أعلى مستوى تم تحقيقه عند مستوى 4730، وشفنا عمليات التراجع. وضحنا أيضا بأن هناك مستويات دعم بالنسبة للمؤشر السوق الرئيسي في أي عملية تصحيح في الوقت الحالي بعد وصوله إلى مستوى 4700 سيكون لدينا هدف أو عفوا دعم عند مستوى 4675، والدعم التالي عند مستوى 4655 بفارق 20 نقطة. الوصول إلى هذه المستويات سيعطي دفعة جديدة لمؤشر السوق الرئيسي للارتداد لتحقيق طبعا الهدف اللي ذكرناه عند مستوى 4750 ومن ثم مستوى 4810. في جلسة اليوم لاحظنا وصول المؤشر إلى مستوى الدعم 4675، أعتقد كانت أدنى نقطة عند مستوى 4677 بفارق نقطتين عن مستوى الدعم، وشفنا عملية الارتداد اللي قلصت هذه التراجعات أكثر من 20 نقطة، شفنا قفلنا اليوم عند مستوى 4696 تقريبا. فهذا يعطينا انطباع عن ارتدادة المؤشر من مستوى الدعم. حاليا نحتاج اختراق مستوى 4700 ليمكن المؤشر مرة أخرى من عملية الصعود وتحقيق الهدف 4750. هذا الأمر لن يحدث في الوقت الحالي إلا يعني بسيولة وعمليات دخول، وإحنا راح نشوف على مكونات مؤشر السوق الرئيسي حتى يمكن المؤشر من اختراق مستوى المقاومة. أما استمرار عملية السيولة وتراجع الأحجام مثل ما احنا قاعد نشوفها بشكل متتالي ومتدرج تنازليا جلسة عن جلسة قاعد نشوف السيولة قاعد تقل والأحجام قاعد تقل، هذا يعطينا انطباع عن عدم قدرة المؤشر على استمرار عملية الصعود. لكن يبقى الوضع مطمئن طالما هذه التراجعات لم يصاحبها سيولة ولم يصاحبها كميات عالية، فهذا يعطينا انطباع عن عملية التصحيح، وهذه سمات وميزات موجة التصحيح لا يكون فيها تداولات ممتاز. عالية. السوق كله ينتظر تحرك الشركات القيادية وتحديدا قطاع المصارف، هل من ملاحظات فنية ممكن أن نأخذها
بدقيقتين عن قطاع المصارف نواف. طبعا قطاع البنوك احنا تكلمنا عليه في السابق انه كان عندنا منطقة دعم جيدة عند مستوى 1260، وهذه تعتبر منطقة طلب بالإضافة إلى وصوله إلى خط الاتجاه الصاعد في عمليات التراجعات اللي شهدناها الشهر الماضي. لأن طبعا هذه التداولات على الفترة الأسبوعية حافظت على منطقة الدعم عند مستوى 1260 وحافظت على اقفالاتها فوق هذا المستوى، بالإضافة إلى محافظتها على تداولاتها فوق خط الاتجاه الصاعد واللي احنا قاعد نشوفه في الفترة الحالية. أيضا وضحنا بأن هناك أهداف لقطاع البنوك من هذه الارتدادة، وكان أول الأهداف عند مستوى 1305، وذكرنا بأن الهدف التالي عند مستوى 1330، وبالفعل طبعا بعد ما تم تحقيق مستوى الهدف التالي عند مستوى 1330 شفنا نوع من التهدئة والتراجعات. في الوقت الحالي هذه التراجعات لم يصاحبها تداولات عالية مثل ما نشهد في الجلسات الحالية. ووضحنا أيضا أن أي تراجع في الوقت الحالي سيكون لدينا دعم عند مستوى 1290 ومن ثم 1265 كمستويات دعم حالية. التراجعات اللي شفناها في جلسة اليوم وصلت إلى تقريبا مستوى 1296 كأدنى نقطة، وشفنا عملية ارتداد أو تقليص بالنسبة لتراجعات مؤشر قطاع البنوك. في الوقت الحالي نحتاج فقط اختراق مستوى 1330، واللي لن يتم هذا الاختراق الا بتداولات عاليه وبسيوله راح نشوفها تنعكس على اداء القطاع بشكل عام، حتى يتم تحقيق الهدف الاول عند مستوى 1360 ومن ثم الهدف الثاني عند مستوى 1395. يعطيك العافيه وشكرا لك على كل هذه القراءات الفنية المحلل الفني الأستاذ نواف العون. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج المؤشر، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. لذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.